اللاعب الدولي الكابتن محمد عبد الحسين يتعرض لأزمة صحية لازمته طويلا، وهو الآن طريح الفراش. بالتأكيد كادر برنامج كورة يتمنى له السلامة. متابعة الزميلين كريم قحطان وسيف كريم. كنت مع مدرب نادي النجف أنا والكابتن سلمان حسين، حتلت إصابة قبل مباراتنا مع نفط ميسان وصار التواء في الركبة. حقيقة ملتها حتى للمباراة ما رحيت، فظلت مرتاح عليها كم يوم، لكن خلال هالفترة هاي ضاعفت علي، وعندما صار عندي فقرات والتواء بالركبة راجعت مستشفى الكفيل، وأكثر الناس حقيقة مشكورين من أصدقائي اللي هم أخذوني للمستشفى. فعند التحاليل طلع عندي تبديل مفصل الركبة، فالعملية يعني كانت تكلف، فما حسها يعني ناشدنا السيد المحافظ وناشدنا إدارة النادي، لكن مع الأسف يبقى موقف مشرف ونبيل الكابتن القدير معالي السيد الوزير عدنان درجال، اللي له مواقف مشرفة ومواقف نبيلة اتجاه كل الرياضيين العراقيين.